جيدة، كل شيء منظم، ما كاين حتى شي مشكل، دخلنا كاين سهولة، ما كاين اكتضاض، ما كاين حتى شي حاجة زعما اللي كتعرق لهذه العملية. دخلنا المكتب ديال التصويت، عطينا البطاقة ديالي بطبيعة الحال كما العادة، شافوا الاسم ديالي، خديت الأوراق ديالي ديال الانتخابات اللي خصني نكوشي عليها، مشيت للمخبأ، يعني أن العمليات كلها تمت بواحد الطريقة سلسة سهلة، ودرنا العلامة في يدينا على أننا انتخبنا وكل شيء بخير وعلى خير. كانت من التوفيق للجميع اللي صوتنا لهم، عندنا فيهم ثقة، وكنتمنوا ان تتاح لهم فرص باش انهم البرنامج ديالهم يتطرح بجديه وتكون فعلا واحد القوه ديال النهوض بالشغل والمجموعه ديال الاوضاع المهنيه للشباب وغيرهم. والاجواء بحال كاع الناس المغاربه جينا حتى حنا بغينا نعطيو الكلمه ديالنا. هادشي اللي كاين خوش بحال هكا، لقيت واحد جوج دريات مريحين في بيسي. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، واش عندك لاكارت؟ عندي لاكارت. عطيتهم لاكارت ناسيونال ديالي عادي، دخلوا البي او ديالي، صيفطوني للقاعة اللي غنصوت فيها. هادشي اللي كاين، انا ما صوتش على حتى واحد، انا مشيت دخلت كشفت لهم حسبي الله ونعم الوكيل فادي، وحسبي الله ونعم الوكيل فادي، حيت اخويا راه ما اللي كنصوتوا عليه ما تنشوفوا حتى النتيجة حقيقة في دقيقة. ياد انا بعد كوني عندي زيت 1990 مشينا دزنا عند السيدة هنا الاولانيه الكاتبة الاولى، صافي قيدتنا دخلات السيستم، شافتنا واش فايت انتخبه واش دايزين حنا في الانتخابات ياك، وصافي هادشي اللي كاين. من بعد عطاتنا ورقه، دخلنا عطاتنا الرقم ديال سميتو المكتب اللي غندخلوا ليه اللي غنصوتوا فيه، ودخلنا الحمد لله وحنا صوتنا. الله ينجح اللي مزيان، مرحبا به. اللي عندك الثقه في داك السيد اللي تصوت فيه؟ ايه سيدي، السيد تيعاودوا عليه الله يعمرها دار. هادشي اللي كاين، هاد السيد اللي صوت عليه دابا انايا تيقولوا السيد الله يعمرها دار وتيدير الخير الحمد لله، وهادشي اللي بغينا، بغينا اللي يدير معنا الخير. والكلمه اللي غادي نقول لهم، اللي غنوجه لهم، انهم يخدموا البلاد ويحاولوا انهم يشوفوا في الناس اللي ما عندوش، واللي دار شي حاجه راه دارها لله، وهادشي اللي كاين.